صاحبه فينا راح. فينا الله يذكره كان ترى شاني فاس ودي بيو على ياسر السواري اهلا وسهلا بكم متابعي قناة شوف تي في هذا المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء. في هذه اللحظات هي الان تمكنوا من توقيف واحد الشخص اللي مسبوق به بدراجة ناية اللي كانت يقودها بواحد السرعة جنونية وما امتثلش الاوامر ديال الطراجين. وفي لحظة الايقاف ديالو لقاو انه من عدم الاوامر. إذا هاد الأشخاص هادو اللي تكون من عدم عندهم أوراق ديال الطاجة اللي تقدر يشتبه فيهم في اكتراف السائقات وإلى ما ذلك، زائد أن المعني بالأمر ما امتثلش الأوامر ديال الشرطة ولاد الفرار هو والصديق ديالو. كنشوف تفيد التفتيش معنا في هذا المباشر ديال مدينة الدار البيضاء بالضبط من وسط المدينة أن رجال الأمن تمكنوا من توقيف واحد صاحب دراجة ناية اللي لاد بالفرار ما امتثلش الأوامر ديال الطراجين وتمت المباغتة ديالو على مستوى البرانس. واللحظة ديال الإيقاف ديالو لقاو أن هذا الشخص هذا ما عندوش الوراق من عدم الوراق ديال الدراجة وكذلك الصديق ديالو لاد بالفرار. إذا تتبع قناة شوف تي في إلى هنا، أستودعكم الله إلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله.